نتواصل مشاهدينا الاعزاء ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب. ينطلق شوطنا الرابع المخصص للقعدان لسن الحقائق وختام الجوله الاولى على بركة الله وتوفيقه. ننطلق مع البداية، ننطلق مع الصدارة، ننطلق مع المركز الأول. يتقدم شاهين سعيد بن راكان الراشدي ينطلق ويتقدم مع البداية الأولى. ثانيا نتابع القدوم والوصول والحضور في هذه اللحظات من خلال تواجد الأسد راشد بن سليمان بن حمد الشامسي ينطلق ويطلق عنان الأسد، ولكن الوصول هنا في هذه اللحظات من خلال تواجد هنا مشاهدينا الكرام الكنغ احمد بن سالم بو ظفيرة العامري ينطلق، ولكن الوصول من السياق الخارجي. يتقدم الفارس عبد العزيز بن جمع بن مبارك الاحبابي ينطلق راعي رعد، بينما المركز الخامس نتابع شعارك يا ابو سالم يتقدم مع التيار سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي يتقدم راعي سمحه، ولكن راعي مقادر قادم حاضرا بكل قوه بقياده مصدع محمد بن سهيل بن سالم الخيلي ينطلق هنا مع المركز الرابع، بينما الوصول هنا والحضور في هذه اللحظات من خلال تواجد شاهين سالم بن سعيد بن سالم الحذيري ينطلق هنا مشاهدينا الكرام، ولكن الوصول ولكن الحضور من خلال تواجد مفوض هلال بن محمد بن احمد الوهيبي ينطلق مع مفوض العوده مع البدايه. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء عشاق هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. نعود مع البداية الأولى، نعود مع الصدارة، مع المركز الأول، مع شاهين ينطلق الراشدي ويطلق عنان شاهين بقيادة الغيلاني الذي يقود في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. ينطلق مع البدايه. ثانيا نتابع القدوم والوصول من خلال تواجد الفارس. يتقدم الفارس ثانيا، ينطلق هنا مشاهدينا الكرام بقيادة عبد العزيز بن جمعان بن مبارك الأحبابي ينطلق على المركز الثاني، بينما الوصول بينما الحضور هنا مشاهدينا الكرام بشعارك يا الحذيري ينطلق مع المركز الثالث. هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، هنا مشاهدينا الكرام شاهين أهالي السلطنة قادمين، أهالي السلطنة حاضرين. سالم بن سعيد بن سالم الخذيري ينطلق مع المركز الثالث حاضرا بكل قوة، قادما بكل قوة من المناطق الخلفية. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، مع شاهين هو من أشعل نار المنافسة مع البداية. والعصاف الأبطان بقيادة الغيلاني ينطلق هنا مع البداية الأولى، ينطلق مع الصدارة والمركز الأول. سعيد بن راكان الراشدي ينطلق مع البداية الأولى، ينطلق مع الصدارة. أهالي بو سمرة قادمين وحاضرين. 500 متر النهائية، جولة الأوامر، جولة التحديات. الخذيري قادم مع شاهين ينطلقون أهالي السلطنة مع المركز الثاني، ولكن أهالي بو سمرة صامدين منطلقين. الله ركز يا الغيلاني ركز، ولكن وين الخذيري مع البداية الأولى ينطلق مع الصدارة. سلامي عليك يا أبو سعيد والسلام إلى السلطنة. هنا مشاهدينا الكرام حاضرين وطامحين، ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا مشاهدينا الكرام تسلم يمينك يا راعي شاهين ينطلق مع البداية.
تهانينا وناموس وبالخصية أهالي قعلان حاضرين وطامحين. المركز الثاني يتقدم شاهين سعيد بركان الراشدي، ثالث المراكز يتقدم مفوض الهلال بن محمد الوهيبي، رابع المراكز التيار نعم الفعل سهيل بن سالم بن سهيل الخيل، المركز الخامس قزيل محمد بن سهيل بن سالم الخيلي. هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذا الانطلاق 4 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمام والكمال.